قبل أن نبدأ قلنا بالدراسة نسأل عن أسئلة خمسة. نعم بدرنا أريم كذا المومباي. أنت جودينغل نعم جودينغل. السؤال الأول لماذا ندرس التوحيد؟ ونعم تجوديم يندينا نعم متوحيد بدي كذا. السؤال الثاني لماذا اخترنا دراسة هذا المتن متن الأصول الثلاثة؟ نعم تجوديم. എന്തുകൊണ്ട് ഉസൂൽ സലാസ എന്ന ഈ മതത്തിൽ തന്നെ നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു പഠിക്കാനായി لاننا الطلاب والطالب لابد يسير على النهج الذي خط لنا العلماء حتى نصل الى ما وصلوا اليه കാരണം നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർ വരച്ചു കാണിച്ച വഴിയിലൂടെ തന്നെ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാത്രമേ ശരിയായ വഴിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുകൊണ്ടാണ് السؤال الثالث ما هي الاصول الثلاثه باختصار മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് മൂന്ന് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ചുരുക്കി പറയാമോ എന്നാണ് هي الأسئلة التي تسأل عنها في قبرك من ربك وما دينك ومن نبيك عليه الصلاة والسلام قبرك ورال تودي كبرنا مون تودي غلاني ده إن ده رب أرانا إن ده نبي أرانا إن ده دين أرانا إن ده مون تودي غلاني نعم السؤال الرابع ما الفائدة ما الثمرة من هذه الدراسة نعلم تودي يوم إذا بديتشال كتنا نهتم من ده نقول الفائدة أننا إذا تعلمنا هذه الأصول الثلاثة في الدنيا وعملنا بها ودعونا إليها وصبرنا على العلم والعمل والدعوة نصنع هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. إي مول كارينغل أديستان عندما بديك يوم رب أران دين أران نبي أران نكتب ماي منسرا كيم جيدال أدو برنامج عمل جيد كيم جيدال دنيا بيل أدو برنامج جيد جال قبر إن شاء الله أجودينغلك مرورة برجانا مكساديك. نعم السؤال الخامس والأخير على ماذا يحتوي هذا المتن؟ أو إذا أردنا أن نفهرس أو نقسم هذا المتن، نقسم هذا المتن إلى خمسة أقسام. أنجام التجوديم. إي أصول ثلاثة نغرندم. أدي يندلا ما نقول كلنا. تركي بريكي على جيل. أنج كارين على بطانة مايم. نقول كلنا يند من السلك عن كريم. نعم. القسم الأول المسائل الأربع. المسائل الأربع هي علم وعمل ودعوة وصبر. سورة العصر. والنام هذه الأولى نال مسألة. هذا هو علم عمل صبر دعوة نعم الدليل عليها سورة العصر هذا القسم الأول هذا من التريواي بنادى سورة العصر عن ونعمة بها نعم القسم الثاني المسائل الثلاثة يعني أنواع التوحيد الثلاثة عندما تبغى من الله أنواع التوحيد توحيد عند إنجل أقسام ولا من إنجل القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد عندما تبغى من الله يندنا عن أمر التوحيد بدي كندى القسم الرابع شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر നാലാമത്തെ ഭാഗം ഉള്ളത് ഖബറിലെ ചോദ്യമായ ഈ മൂന്ന് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾക്കുള്ള വ്യാഖ്യാനമാണ് അൽഖിസ്മ അൽഖാമിസ് അൽഖാതിമ വല്ലാഹു അഅലം അഞ്ചാമത് ഇതിന്റെ ഒരു ഖാതിമയാണ് സമാപനമാണ് അതിലുള്ളത്